في أحد أحياء لندن الفقيرة عام 1998 ولد طفل لعائلة بسيطة يعمل والده حداداً. لا أموال، لا كتب، لا مدارس خاصة، لكنهم امتلكا شيئاً لا يشترى، فضول لا يروض. اسمه مايكل فاراداي. في سن 13 بدأ يعمل في متجر تجليد كتب، وهنا تغير كل شيء. كانت الكتب نوافذه إلى العوالم العلمية، لم يكن يقرأها فقط، بل كان ينسخها ويشرحها لنفسه، خاصة كتب الكيمياء والفيزياء، كان يلتهمها كأنها روايات خيال علمي. في أحد الأيام حصل فاراداي على تذكرة لحضور محاضرة للعالم الشهير هامفري ديفي، كأنه دخل إلى معبد العلم. كتب كل ما سمعه، ثم جمع ملاحظاته في دفتر أنيق وأرسله إلى ديفي مع رسالة خجولة: أريد فقط فرصة لأكون مساعداً في مختبرك. اندهش ديفي من ذكاء الفتى وقال عنه لاحقاً: فاراداي عبقري، وربما يوماً ما سيتفوق علي. هكذا بدأ من تحت الصفر، تعلم في المختبر لا في الجامعة، باليد لا بالامتحانات، بالمحاولة والخطأ لا بالمناهج. وفي سنوات قليلة بدأ اسمه يظهر في عالم الكيمياء. اكتشف 3 مركبات للكلورين ونجح في عزل البنزين لأول مرة، لكن الإنجاز الأعظم لم يكن في زجاجات المختبر، بل كان في الحقل غير المرئي، الكهرباء والمغناطيسية. عام 1839 لاحظ فاراداي شيئاً مذهلاً عندما حرك مغناطيساً داخل ملف من الأسلاك تولد تيار كهربائي، وهكذا اكتشف ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. لم يتعلم مايكل فاراداي الرياضيات بشكل رسمي، لكنه اخترع المفاهيم التي استخدمها ماكسويل لاحقاً في صياغة معادلات فاراداي، وسميت وحدة السعة الكهربائية باسمه الفاراد. ما فعله فاراداي لم يكن مجرد تجربة، بل كان أساساً لكل مولد كهربائي في العالم. نعم، كل محطة كهرباء اليوم، كل مصباح، كل هاتف يدين له بشيء. رغم شهرته، رفض المال والمناصب، كان يعيش ببساطة ويعلم بالمجان ويلقي محاضرات للأطفال والفقراء. رفض أن يدفن في مقابر العظماء بكنيسة وستمنستر، وقال: العلم ليس وسيلة لتمجيد الذات، بل لفهم خلق الله. مايكل فاراداي من ورشة حدادة إلى أعظم عقل كهربائي في التاريخ. لم يحمل شهادة، لكنه منح العالم النور.